تمكنت مصالح أمنية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سحولة بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد ريس من معالجة قضية تكوين عصابة أحياء قامت بنشر الرعب وسط أحياء سكنية الحيازة والمتاجرة وترويج مؤثرة العقلية حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي وتبعا للتحريات التي باشرتها ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أفضت العملية إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر كما أنه بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم أفضت العملية إلى الضبط 510 كبسولة مؤثر عقلي 26 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام شماريخ نارية كلب مدرب 8 هواتف نقالة مبلغ مالي من عائدات المتاجر بالمخدرات المقدر ب 66500 دينار جزائري بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتول تتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.